السيشن الريكورد خلاص خلص يعني. فتعالوا كده نشوف كنا ايه وصلنا لحد فين. بينا كنا وصلنا هنا بالكود تمام، حطينا ال بار الديفولت فاليوز دول، وهنقول مثلا ان الديفولت هنا ميل، وديفولت جي بي اي مثلا 1.5 تمام كده تمام. بس كده فده كده هيحل لنا مشكلة ايه، ان انا لو جيت دلوقتي وعملت ران وحطيت ما حطيتش اي حاجة، سوري ما حطيتش اي بارامترز، عادي هيديني ايه student name is human و ID is 0 و جي بي اي is 1.5 تمام. بس كده الكلام. فده كده ايه الكلاس الاولاني خلص. بنفس الطريقه هخش اكتب الكلاس بتاع ايه بتاع الورك. طيب خلينا نشوف، نخش على نفس الفولدر اللي انا كنت كاتب فيه لسيون دوت باي، وراح جاي اعمل ايه نيو، واعمل فايل تاني اسمه ايه وركر دوت باي تمام. تمام هفتح هنا كده. طيب عايز، انا قلت لك مثلا هنخلي الوركر يعمل انهيرتنس من الستودنت بحيث ياخد منه ايه الكلام ده. طيب ازاي ده فايل وده فايل، واخلي ده يشوف الكلاس اللي اسمه ستودنت. هكتب فروم اسم الفايل، اسم الفايل بتاعي ايه وركر، هو دوت باي بس مش لازم تكتب دوت باي تمام. يبقى فروم وركر امبورت ممكن حاجه من الاثنين، يا اما تقول امبورت ستودنت student اللي هو اسم الكلاس تمام. ده بما ان مفيش غير هذا الكلاس بس في الفايل ده كله، انما لو في اكتر من كلاس وعايز انكلودهم كلهم مره واحده بكتب علامه النجمه اللي هو دي، زي كده كانوا بتقولوا له ايه انكلود everything، انكلود بقى اي كلاس جوه الفايل ده باي فانكشن باي حاجه. فانا عشان مفيش غيره فخلاص اكتب اسمه يعني وخلاص مش مشكله تمام. تمام طيب تعالى بقى ايه نعمل كلاس اسمه worker تمام. الكلاس ده مش المفروض from student؟ from student اسم الفايل صح، student صح يا ابو صح ماشي. بينهرت منين؟ بينهرت من student صح؟ فهحط student هنا ما بين القوسين دول. حلو الكلام؟ حلو الكلام. طيب بعدين هقول ديف انت، وبعدين هاخد الكلام ده كله تمام. عايزين نفتكر كنا بنعمل انيرتنس ازاي كده، ونحط ايه كان عندنا بارامتر لسه عايزين نحطها. عندنا سالري والوركينج اورز والجوب تايم. خلينا نقول سالري، نديله ديفولت فاليو بزيرو، والوركينج اورز بزيرو برضو. زيرو و عندنا ايه تاني؟ قلنا ايه تاني؟ قلنا الجوب تايتل، الجوب تايتل تايتل هنديله مثلا ديفرنت فاليو ايه 4 اوكي. تقريبا كنا بعد كده بنكتب السوبر، ثانية واحدة مشكلة كده، بنكتب سوبر انت اللي هي سوبر، او لا مش سوبر، خلينا نكتب اسم الكلاس student init، وبعدين بنيجي ايه نروح واخدين دي كده من student ونشيل منها ال GPA. عايزين نجرب القصة دي صح ولا لا، حد فاكر كده كان الكلام ده صح ولا لا؟ لو حد فاكر يقول سيلف. مش المفروض يبقى في سوبر في حته من الحاجات، ما هو انت ممكن تحط سوبر وممكن تحط اسم الكلاس اللي انت بتورث منه على طول اللي هو ستيودنت.
فاهم ولا ماشي. ايه؟ بفهم. تمام يا باشا. طيب يا دي كده الاس اي دي ومش عارف ايه داتا بيس الكلام ده والناشوناليتي والجندر مش عارف ايه الكلام ده، ماشي ماشي ماشي، والوركينج اورز وكده تمام. انا عملت الكونستراكتور بتاع الكلاس بتاع الجديد، وعشان ما اقعدش اكتب بقى سيلف دوت نيم ايكوال نيم وسيلف دوت اي دي ايكوال اي دي والكلام ده كله، فرحت ايه عملت ده انهيرتنس من مين؟ من الكلاس اللي اسمه ستودنت، تمام كده. فانا مش هحتاج اكتب غير سيلف دوت سالري ايكوال سالري، واكتب سيلف دوت وركينج اورز ايكوال وركينج اورز working hours equal working hours، واكتب self dot عندنا ايه تاني job title، هنقول job، اكتب job title بقى title equal job title، جميل كده جميل. واروح جاي بقى كاتب لدول برضو ايه زي ما انت شايف في اليوم ال diagram ال setters وال getters بتاعتي، جميل ولا مش جميل؟ ديف خلينا نكتب ست سالري، تمام. ست سالري دي بتاخد سيلف وبتاخد سالري، بعدين بتعمل ايه؟ بتقول ان سيلف دوت سالري ايكوال سالري، بعدين بتاخد سيلف دوت وركينج اورز او ايه اللي نقول ده، سوري تمام. ديف ست working hours working hours، تمام. المفروض دي ما تكتبش كده، ما تكتبش كده، سيلف وبعدين بتاخد working hours، بعدين نقول سيلف دوت working hours equal سيلف دوت working hours equal hours، وبعدين فاضل ايه تاني؟ فاضل الجوب تايتل صح؟ ديف سيت جوب تايتل equal سيلف، وبتاخد برضو ايه جوب تايتل، وبعدين تقول لك سيلف دوت جوب تايتل equal job title، تمام. بعدين نفس الكلام دولت هنعمل لهم ايه ال getters بتاعتهم، get salary، تمام كده. الناس صحيحة ولا نايمة ولا ايه الدنيا مش عارف، ماشي. return ايه self dot salary، اوكي. self dot get working hours، تمام كده working hours برضو بتاخد working كده، عايز ناقص جي، تمام. بتاخد self وبترتر self dot working hours، تمام. بعدين آخر حاجة عندنا اللي هي get job title، تمام. تاخد سيل بتريتيرن بس بتقول job title، بتريتيرن سيل بتقول job title كده. ناقص حاجة كمان اللي هي ايه؟ اللي هي الديسكريبشن. هتقول لي طب ما الديسكريبشن دي انت وارثها من هنا، هقول لك بس هي للأسف بتديني ال يعني هي فيها مثلا الجي بي اي، فالوركر ما عندوش جي بي اي، فانا عايز اوفر رايت على الميثود دي، فخليها برضو اسمها ديسكريبشن، فهي هتروح اوفر رايت على الميثود اللي انا وارثها من الكلاس اللي اسمه ستودنت. هبتدي انا اغير فيها مثلا، خليها وركر نيم، وركر نيم از سيلف دوت نيم، ماي اي دي از ماي اي دي عادي، خليها ماي سالري، سالري از سيلف دوت سالري، سالري اوكي. جميل الكلام. خلينا ايه نعمل تيست كده بسيط، خلينا نقول new
worker بتساوي worker. ايوه احنا كنا كاتبين worker ازاي؟ كنا كاتبينها كده. اوكي ماشي، وما اديلوش اي حاجه تمام، واكتب مثلا print new worker dot description. بس قبل ما ارن محتاج بس اروح اكومنت دي كده، عشان ايه؟ لو انا رنيت على طول انت اول ما بتمبورت ده هيروح يرن ده على طول، فهتلاقي دي كده ايه طبقت معاك، عشان كده عملت لك كومنت. worker name is human, my id is id is 0 وماي سالري is 0، عشان احنا عاملين ايه الديفولت فاليوز بتاعتها ايه 0. هو كده غالبا شغال تمام، ما فيهوش مشاكل يعني. تمام كده، حد عنده اي مشكله هنا ولا الدنيا تمام ولا ايه؟ عندي سؤال صغير، اتفضل. هو لو فوق عملت import student بس مش from student import student، كان ايه اللي هيحصل؟ معلش يا صاحبي، قلت انتزل الفرصه واشرب شويه بس. بص يا ماشي معلم، تعال تعال نعمل كده. طبعا هي هتدي ايرور، بس انا اقول لك هتدي ايرور. هي ادت ايرور يعني، حلو، بيقول لك طيب ايرور مش عارف ايه كلام كده كتير. الفكره ان انت قلت له امبورت ستودنت، امبورت ستودنت حلو. طب انا هامبورت الستودنت ده منين؟ انت لما بتقول له كده اهو بتقول له فروم الفايل اللي اسمه ستودنت، روح امبورت الستودنت الكلاس اللي اسمه ستودنت، فاهمني؟ انما لما تقول له امبورت ستودنت على طول، هو انت بس عشان الاثنين بنفس الاسم فانت متلخبط. انما مثلا ده ممكن يبقى الفايل ده اسمه ستودنت، وهنا مثلا في بقى شويه كلاسات اسمها اد نيم واد فاليو واد مش عارف ايه. حلو كده الكلام. فساعتها انا بالاول بقول له اسم الفايل اللي انا عايز امبورت منه، وبعد كده اسم الحاجات اللي انا عايز امبورتها من هنا، اللي هي الميثودز او الكلاسز او وات ايفر، فاهم؟ يعني هو كده عمل، لو كنا كتبت import student بس يعتبر عمل import للفايل كله مش الكلاس المعين، صح ولا انا؟ بص يا ريس، لو انت شلت ستودنت دي وحطيت نجمه اي هيمبورت كل حاجه جوه. يعني النجمة. افرض انا، افرض انا معرف كلاس تاني، اي فهيمبورت كل انواع الكلاسات. يعني مثلا احنا لو سيبنا دي نجمه كده وعملنا ران، الموضوع هيشتغل عادي. حلو، حلو. بس كده فهمت ليه؟ لان دي بتقول له امبورت كل الكلاسز اللي جوه، فهو كده كده مفيش غير كلاس واحد ايوه اصلا. تمام، تمام بس كده. ماشي. واضحه شو الدنيا ولا مش واضحه؟ واضح. ماشي يا باشا. طيب بعد كده عندنا ايه تاني؟ خلاص احنا كده عملنا الكلاسات بتاعتنا. تعالوا كده نرجع للبروجكت ديسكريبشن. كان بيقول لك بقى ان انت عندك ايه ال add students تمام، وال find by name وال find by national id وال sort by name sort by national id. طيب هنجرب حاجه كده، يعني اجرب في الحته دي اجيب لكم الفايل اللي انا كنت كاتبه، مش لازم نكتبه from scratch. حلو، هو هنحتاج نعدل عليه وش يعني، عشان احنا زودنا حاجات هنا زي الجي بي اي. بس مثلا تعالوا ناخد ده، تعالوا ناخد ده، نحطهم هنا اهو كده ونشوف الدنيا فيها ايه. طيب تعالى كده نخش على الستودنت مانجر واحده واحده، عشان انا اخدته بس لان هو ايه لما نفتح نلاقي الفايل بسيط، فممكن نمشي واحده واحده. طيب تعالى كده واحده واحده كده اقول لك نمشي سطر سطر. اول حاجه انا محتاج، يعني احنا قلنا ايه الدنيا هتبقى ماشيه ازاي دلوقتي؟ احنا قلنا يا معلم ان انا عايز اخزن الستودنتس بتاعي دولت في داتا ستراكشر معين، فلنقل ان هو الاري او الليست بلغه البايثون. حلو كده، يبقى انا هعمل ليست اسمه اور ستودنتس، هخزن فيها الستودنتس اللي عندي كلهم. حلو، طبعا في بدايه البرنامج هيكون الليست دي فاضيه لانها لسه ما دخلتش اي ستودنت، وكل ما اليوزر يبتدي يستخدم الفانكشن اللي اسمها اد ستودنت دي، يروح ايه اللي يحصل؟ يروح يزيد انا ستودنت، يزيد ستودنت ويزيد ستودنت ويزيد ستودنت. طيب الاري او الليست اللي اسمها اور ستودنتس دي، دي اري اوف ايه؟ اري اوف اوبجكتس من النوع ايه؟ من النوع ستودنت اللي احنا كاتبينه هنا ده. طيب عشان استخدم الكلاس اللي اسمه ستودنت واعمل منه اوبجكتس، لازم اعمل ايه؟ لازم امبورت الكلاس اللي اسمه ستودنت ده من الفايل اللي اسمه ستودنت.
زي اللي احنا لسه عاملينه هنا من شويه. جميل ولا مش جميل ولا ايه الدنيا؟ ها حد عنده اي حته واقعه يا شباب؟ شباب الدنيا ماشيه؟ ماشي. طيب نفس الكلام، انا مش عارف انا الصراحه عملت امبورت ليه للوركر في الفايل ده، هو غالبا ملوش لازمه لان الفايل ده بيتعامل مع الستودنت بس، فغالبا لو شلت السطر ده، بس مش هشيله دلوقتي لحد ما اتاكد يعني ملوش لازمه او انا ما كنتش حاطه لسبب، بس هو ملوش لازمه لان ده فايل بيتعامل مع ستودنت بس، فكل الاوبجكتس اللي هتتكريت هتبقى ستودنتس، فالوركر ده غالبا ملوش لازمه، بس هنشوف يعني. طيب اوكي. مش هبص الدنيا يا شباب منت طيب. فبس ادي انا عملت الاداه. طب خلينا نكتب الفانكشن اللي اسمها اد ستودنت اللي هي هتضيف لي ستودنت، هو هيبصلها الاوبجكت اللي اسمه ستودنت ده، لسه هنشوف ازاي هيتكريت الاوبجكت ده وياخد النيم بتاعه وياخد الاي دي والكلام ده كله، ده مش قصتي دلوقتي. انا بس بعمل فانكشن، الفانكشن دي يعني في واحد تاني كان ممكن يفكر ازاي يقول لك انا هعمل فانكشن اسمها اد ستودنت بتقول لليوزر دخل لي النيم ودخل لي الاي دي، يعني بياخد كده البارامترز نيم واي دي ومش عارف وناشن، وبعدين ايه يكريت هو الاوبجكت جوه، وبعدين يروح عامل ايه اور ستودنتس دوت ابند الاوبجكت اللي هو عامله ده. مفهوم الحته دي ولا متلخبطين؟ فانا لا فضلت ان انا اعمل فانكشن، الفانكشن بتاخد الاوبجكت جاهز، وبعد ما تاخد الاوبجكت جاهز تروح عامله ايه، تروح حطاه، وده هيبقى اسهل على اليوزر وهنشوف ازاي. جميل كده شباب؟ الفانكشن دي فيها اي حاجه صعبه؟ في حد مش فاهمها؟ حد هنا كده شباب في حد مش فاهم اي حاجه يقول عادي. طيب جميل هكمل. بعدين find student by name، فهاخد النيم بعدين الوب على الستودنتس عندي في الاري ده، حلو كده، وبعدين ادور هل الستودنت، وانادي بقى على الفانكشن اللي اسمها get name، مش احنا عاملين الستودنت ده في فانكشن اسمها get name ليه؟ عشان اتشيك استخدمها بقى في ان انا اقول له هو النيم بتاع الاوبجكت ده ايه، فاشوف هي بترترن لي النيم بتاع الاوبجكت ده، اشوف لو هو بيساوي النيم اللي انا بدور عليه يبقى return student description، اقول له بقى اه ده الستودنت ده اسمه كذا والاي دي بتاعه كذا والجي بي اي بتاعه كذا. مفهوم القصه دي؟ تمام مفهوم. طيب مثلا عندك فانكشن اسمها student find by id، هي نفس القصه بس بدل ما انا بجيت نيم بجيت اي دي. فطبعا لو انت يعني هقول لك فكره، طبعا ده انا مش مطبقه دلوقتي عشان ايه نخلي المشروع سيمبل وبتاع ومش عارف ايه، في طريقه ما كان اسمها مش عارف ايه كده يا ربي، يعني ممكن نخش نشوفها كده على جوجل. خليها مثلا ايه insert sorted in python python list، حلو كده تمام. تخش مثلا على اللينك ده اللي هي bisect تقريبا، حلو كده bisect dot insert، دي هتحط لك الاليمنت في مكانه صحيح. يعني مثلا لو عندي ليست زي دي تمام، خد المعلومه دي، لو انا عندي ليست زي دي وعايز انسرت الاليمنت بس في مكانه الصحيح مترتب، فهقول bisect dot insert وابعت الايه اللي هي الليست اللي انا عايز ادخل فيها الرقم والثلاثه، فساعتها هي هتروح تحط الثلاثه في مكانها الصحيح. طب ده ممكن يفيدني ايه في مشروع زي ده؟ انت السيرشنج عندك هنا او في كام؟ او في ان تمام، ورست كيس بتاعته او في ان. يعني ايه او في ان؟ يعني هو هيضطر، يعني مثلا فلنفترض ان هو بيدور على واحد اسمه عبد الله وده اخر اسم في الدفعه، حلو كده، فهو هيبقى مضطر ان هو يمشي على كل الاليمنت من اول الاري لاخر الاري، فلو الاري ده فيه 300 اليمنت فهو هيمشي 300 مره، لو الاري فيه 500 اليمنت هيمشي 500 مره. فطبعا ده ممكن يبقى كتير لو في عدد طلاب كتير، فاحنا ممكن نعمل ايه مثلا لو احنا بنتكلم على الاي دي، خلينا عشان
الاسم ممكن يعمل لنا تعقيدات شويه عشان ده سترينج، فخلينا نتكلم على الاي دي دلوقتي. الاي دي رقم، فانا ممكن احط الاي دي مترتب، فبحيث ان انا استخدم على اي سيرشنج الجوريزم زي مثلا الباينري سيرش، فتنزل لي الكومبلكستي بتاعت السيرشنج من ان، غالبا الباينري سيرش كانت لوج ان يعني على ما اذكر، صح ولا غلط؟ اعتقد لوج ان. فتنزل لي ايه الكومبلكستي بتاعت السيرشنج، فده من الحاجات اللي انا قلت لك ايه انت ممكن لوحدك تعمل عليها ايه موديفيكيشن. يعني انا اصلا رافع الكود بتاع المشروع ده على جيت هاب، هبقى انزل لكم اللينك بتاعه، فانت ممكن لو انت حابب تطبق من فروم سكراتش براحتك، عايز تاخدها وتبتدي بقى تعدل في حاجه زي كده براحتك برضو، انك تاخد مثلا تعمل اوبتمايزيشن تخلي الحاجات اللي هي او اوف ان دي تخليها او اوف لوج ان كده اهو، تحسن السيرشنج تزود فانكشنز براحتك يعني. طيب بعدين سورت باي نيم، سورت باي نيم برضه السورتنج انا ممكن استخدم اي سورتنج تكنيك، ميرج سورت مش عارف ايه الكلام ده كله عشان اقلل الكومبلكسيتي، زي ما قلت لك انا بستخدم بيلت ان فانكشنز، وبصراحه كان هدفها ان انا عايز اعلمك بيلت ان فانكشن اللي اسمها سورت دي وشويه تكنيكس فيه. حلو، انا عايز ارتب، انا عندي مثلا الاري ده، خلينا نقول ايه 1 2 3 4 5. جميل، هو الاري فعليا عندنا مش كده، هو array of ايه؟ array of objects، كل object عنده شوية attributes، ال attributes دولت ممكن ارتب بالنيم وممكن ارتب بالاي دي وممكن ارتب بالجي بي اي كمان، صح؟ ده بيقول ايه؟ بيقول لك our students اللي هي الليستة اللي عندك دي بتساوي sorted، حلو كده؟ our students sorted دي function بترتب، ببعت لها اول حاجة الليستة وبعت لها حاجات كتير، ممكن اوبشنال ان انا ابعتها لها، بس انا هبعتها لها دلوقتي الكي. يعني ايه الكي؟ يعني الحاجه اللي هي هترتب بيها، هكتب لها لامدا، لامدا فاكرين طبعا اللامدا اكسبريشن اللي درسناه، لامدا اكس اكس دوت نيم. ده معناه ايه ده؟ ان هي رتبي بالاكس دوت نيم، بالاوبجكت دوت نيم. هنا نفس الكلام، رتبي بالاكس دوت اي دي، تمام كده؟ فهتروح مرتبها لي من الصغير للكبير في النيمز بالترتيب الابجدي، هنا تروح مرتبها لي من الصغير الكبير بالارقام. يعني مثلا لو واحد ترتيبه احنا عندنا في الجامعه اللي هو 3 2 6 مش عارف ايه اخرهم، بقى عندك من اول واحد لحد مش عارف 300 وكام، فهتلاقيها مرتبه لك من اول واحد من الشمال اليمين كده من واحد ل 300 مثلا. طب لو انا عايز اعكسهم اخليهم الكبير الصغير، في بارامتر تاني اسمه ريفرس، تمام، ايكوال ترو، حلو كده؟ ده لو انا عايزها تتعكس، تبقى مثلا بدل ما هي اسندنج تبقى ديسندنج، تمام. فانكشن سورت دي فانكشن مهمه يعني، خلي بالك منها. فطبعا خلصت لنا الموضوع ايه في سطر واحد. يعني زي ما قلت لك احنا بنشتغل دلوقتي على حاجه سيمبل، يعني مش لازم تعقد الدنيا على نفسك دلوقتي. واضح الكلام ولا في الفانكشن دي فيها حاجه موقعه؟ الدنيا واضحة شباب؟ طيب يبقى احنا كده ايه؟ ظبطنا الجزئية بتاعة الـ student management. نفس الكلام بالظبط، مش هنفتكس أي حاجة جديدة، اللي هي ايه؟ اللي هي الـ work management دي، تمام؟ أو الـ worker management. اوكي؟ نفس الكلام برضه، هيمبورت الـ classes بتاعتي وأعمل ليست اللي هي اور وركرز اللي هيتحط فيها الكلاسز، او سوري الاوبجكت، الاوبجكتس كتير اللي هي من كلاس اسمه وركر، تمام، وفانكشن اسمها اد وركر بتاخد اوبجكت اسمه وركر وتحطه في الكلاس ده، او سوري في الاري ده، تمام. وبعدين فانكشن اسمها فايند وركر باي نيم بتاخد النيم وتلف نفس الطريقه بالظبط، بتلف على الاوبجكتس كلها، بعدين تنادي على الفانكشن اللي اسمها جيت نيم وتتشيك هل في نيم منهم بيساوي ولا لا. طيب بص هنا بقى الحركه دي يا ريس، انا دلوقتي وانا بلف لو لقيت وركر اسمه فعلا الاسم اللي انا بدور عليه، هعمل ايه؟ هريترن وركر دوت ديسكريبشن. لما اعمل ريترن ايه اللي بيحصل؟ بيحصل فانكشن ترمينيشن، صح؟ الفانكشن بتقفل، فبالتالي السطر ده اللي هو ستودنت نوت فاوند مش هيتنفذ، لان دي هتتنفذ قبله لو انا لقيت الوركر
فبالتالي الفانكشن كلها اصلا ايه هتبقى انتهت، الفانكشن ماتت. طب لو انا خرجت من اللوب وما حصلش ريتيرن، يبقى معناها ان انا ما لقيتش الستودنت، فبالتالي ايه هريتيرن ستودنت نوت فاوند. لو الحته دي مش واضحه قول لي اعدها لك تاني. تمام كده؟ تمام. طيب نفس الكلام فايند وركر باي اي دي، بلف على الوركرز بشوف الجيت اي دي بتاعتهم، لو هي الاي دي اللي انا بدور عليه اللي هو اليوزر مدهوني خلاص بريتيرن الوركر دوت ديسكريبشن، لو مش هي بريتيرن ايه ستودنت نوت فاوند. تمام. نفس الكلام الفانكشن سورتد، سورت باي نيم، سورت باي اي دي، زيهم هتعمل السورت باي جي بي اي او السورت باي سالري، مفيش اي افتكاسه، هتبدل اكس دوت نيم هتبقى اكس دوت سالري او اكس دوت جي بي اي في الستودنت يعني. لحد دلوقتي في اي حاجه صعبه؟ شباب كده يعني قولوا لي تمام، يا اما تمام يا اما مش تمام، اي حاجه عشان احس ان احنا مع بعض. يعني مش مفروض worker not found or student not found؟ اه حقيقي. تعرف بقى وانت بتكوبي أنا مش بتركز أنت في الحاجات دي عادي يعني، بالظبط بتحصل كتير بتكوبي جدا. يا باشا. انا قاعد امبارح في ايرور، أيوة ايه بقى الايرور؟ وانا بكتب الكلاس، كلاس منهم معرف أيوة كل الميثودز دي متشفته اندنتيشن يمين، فكل الميثودز دي متعرفه جوه الانت، فطلعت عيني يعني الايرور ده في الاخر طلع في التفاهه دي، فالحمد لله انا يعني. مرة حصل لي ايرور بالانتنتيشن، كنت بنقل من سكريبت تاني كوبي بيست على طول، مشكلة ان ده كان معمول بسبيسز، ده معمول بالتابس، اه فبايثون لما بتحصل شافه كتير. اتحول تقريبا، وانا اه لا لا مش بتحصل فاهم ايه كتير، المشكلة، بتحصل كتير. فتحت ف كود اديتور تاني ومش عارف ايه واحتس. بص اسهل حاجه انك هتاخد السطر لاين باي لاين بقى، فاهم؟ سطر سطر كده ما انا في ال وتقول انا كنتش عارف ايه المشكلة ساعتها، فعدته تاني وحصلت نفس المشكلة تاني، وبعدين اكتشفت المشكلة بقى. ما هي ايرور دلوقتي انا مقفوله. فورماتد باي سبيسز على طول. انا دلوقتي خلاص زي الفل. طيب خلينا ناخد اخر فايل معانا، اللي انا قلت لكم اسمه ايه؟ قلت لكم اسمه اب دوت باي. اب دوت باي احنا معانا اربع فايلات، حلو كده، اللي هم المانجمنت والكلاسز والكلام ده كله. اب بقى ده اللي هيجمع الكلام ده كله مع بعض. طيب يبقى from student management import everything. طب انا ليه ما عملتش import للستودنت وimport worker؟ لان هم already معمل لهم import في الايه، في الستودنت مانجمنت وفي الوركر مانجمنت، فانا عامل لهم اصلا import في الاب، فاهمين الفكره؟ يعني ده عامل امبورتر ده كده لفه يعني، فمش محتاج اعمل لهم امبورت تاني في الاب. واضحه ولا مش واضحه؟ فبس سيس دي اللي هي لايبراري اختصار للسيستم. غالبا كنت بحاول ان انا اعمل حاجه اسمها سيستم دوت اكزيت، هبقى اوريها لكم، بتفصل البرنامج زيها زي بريك، فلقيت ملهاش لازمه فاستخدمت بريك، وابقى اوريكم استخدمت بريك في ايه يعني. طيب تعال ناخد الكود من الاخر للاول، يعني بص دايما على ايه اللي هيتنفذ الاول. انت بيبرنت لك اول رساله بتظهرك في البرنامج هلو تو يونيفرستي مانجمنت ابلكيشن، بعدين وايل ترو بياخد تشويس من اليوزر بيقول له هلو انتر 1 فور ستودنت مانجمنت، انتر 2 فور ورك وركر مانجمنت، انتر 3 تو اكزيت. حلو كده. احنا قلنا ان انا عايز يعني الديسكريبشن كان بيقول لك ايه اصلا؟ بيقول لك ان هو عايز يبقى عندك ثلاث حاجات رئيسيه. الفيرست سكرين شود جيف ذا يوزر 3 اوبشنز، 1 ستودنت مانجمنت، 2 وركرز مانجمنت، اكزيت، يخرج بره البرنامج خالص. تمام كده. فده اللي حاصل فعلا، انا بقول له بريس 1 لو انت عايز تختار ستودنت مانجمنت، بريس 2 لو انت عايز تختار وركر مانجمنت، بريس 3 لو انت عايز تخرج بره البرنامج خالص. فانا بشوف بعد ما هو يدخل، انا عامل طبعا انت بحولها الرقم، وبعدين لان الانبوت في البايثون زي ما انتوا عارف ايه بياخد سترينج، فانا هحولها لان، فبقول وايل ان التشويس اللي هو دخله ده، افرض هو دخل لي رقم اربعه مثلا، اللي هو لا واحد ولا اثنين ولا ثلاثه، فطول ما هو بيدخل لي رقم لا هو واحد ولا اثنين ولا ثلاثه، نوت ان الليست اللي فيها واحد واثنين وثلاثه، يعني هو لا واحد ولا اثنين ولا ثلاثه، بقول له بعد اذنك هلو انتر واحد فور سيتي مانجمنت، انتر اثنين فور وركر مانجمنت، انتر ثلاثه فور اكزيت. لو هو قعد للصبح ما دخليش لا واحد ولا اثنين ولا ثلاثة، السيستم هيفضل شغال. تمام كده؟ تمام. المفروض طيب تحط انت قبل عند التشويز الثانية. دي حقيقة.
ده حقيقي، دي حقيقة. انت قبل التشويس ده بالظبط كده، ايوه رجاله كده هنبقى مصحصحين. طيب خلاص، ربنا هذا اليوزر وده خلي رقم واحد او اثنين او ثلاثه. طيب واحد، هتنادي على فانكشن اسمها ستودنت مانجمنت، وهنطلع نشوف الفانكشن دي معمول لها امبلمنتيشن ازاي. اثنين، بتنادي على سوري مانج ستودنت. اثنين، بتنادي على فانكشن اسمها مانج وركر. ثلاثة، بتبريك اللي هي بتبريك الوايل ترو دي، فبالتالي ايه البرنامج كله هيقف. الكلام ده صعب؟ تمام، تعال نشوف الفانكشن اسمها ايه، مانج ستودنت. يعني خليك دايما لما تروح تقرا كود اقرا كده من الاخر، من اول حاجه هتتنفذ اللي هي مثلا مين، المين فانكشن لو احنا بنتكلم على سي بلس بلس، او في برضه في مين فانكشن في البايثون اللي هي اف مش عارف ايه ايكوال مين، دي برضه المين فانكشن. طيب تعال نشوف الفانكشن اللي اسمها مانج ستودنتس. برنت، اول حاجه بتعمل ايه، بتبرنت هلو ويلكم تو ستودنت مانجر. بعدين بتدي له، احنا كنا قلنا ايه الستودنت مانجر ده، تعال نرجع للديسكريبشن بتاع البروجكت. ادي ستودنتس، فايند باي نيم، فايند باي ناشونال اي دي، سورت باي نيم، سورت باي اي دي، سورت باي جي بي اي. بعدين statistics قلنا ايه نفس لها دلوقتي، فهو فعلا هيدي له ايه، هيدي له شويه اختيارات. ادي ستودنتس، فايند باي نيم، فايند باي اي دي، طبعا ايه واحد لو انت عايز اد ستودنتس، اثنين لو انت عايز فايند باي اي دي، ثلاثه لو انت عايز سوري فايند باي نيم اثنين، ثلاثه لو انت عايز فايند باي اي دي، سورت باي نيم اربعه، خمسه، عارف انت شغل ايه تي ديتا ده اللي هو للغه العربيه اضغط واحد كده يعني نفس الكلام. سته ايه عشان تاجل. طيب هي نفس الكلام، هنا انا عاملها بطريقه مختلفه عشان انا هنا ما عملتش تايب كاستنج للانت، فالواحد او الاثنين او وات ايفر اللي جالي دي هتبقى سترنج، فانا بتشيك لو هي مش موجوده في واحد او اثنين او ثلاثه او اربعه او سبعه. سبعه ملهاش لازمه هنا لان سبعه مش هيدخل لي اي رقم سبعه، فخلينا نعملها كده. فلو هي مش واحد ولا اثنين ولا اربعه ولا خمسه ولا سته، فبرضه اقول له معلش يا عم اليوزر انتر ا فاليد نمبر. ممكن يعني يستحسن ان انا احط له الرساله دي تاني بحيث ان هو اكيد مش هيفتكر مين كان بتاع ايه ومنين بيودي على فين. تمام كده، فاطبع له الرساله دي تاني. طيب خلاص، ربنا هذا اليوزر واختار رقم من الارقام اللي هم 1 2 3 4 5 6 7 او سوري 5 6، الارقام اللي انا مستنيه ان هو يدخل واحد منهم. فلو هو واحد يبقى ساعتها عايز يادي ستودنت، فانا محتاج معلومات هذا الستودنت، فاقول له معلش انتر ستودنت نيم واخزنه في نيم، انتر ستودنت اي دي واحوله لانتجر لان الاي دي ده انتجر واخزنه في اي دي، انتر ستودنت ديت اوف بيرث، انا خلاص قلت لكم ان الديت اوف بيرث ده احنا هنخزنه از سترينج وخزنه في فاريبل اسمه ديت اوف بيرث، وانتر الناشوناليتي وخزنها في فاريبل اسمه ناشوناليتي، وانتر جندر وخزنها ايه في فاريبل اسمه جندر. بعدين اعمل اوبجكت جديد اسمه نيو ستودنت وادي له البارامترز دي كلها، فانا كده بقى عندي اوبجكت من الكلاس ستودنت في البارامترز اللي هم النيم والاي دي والديت اوف بيرث والكلام ده كله. بعدين استخدم الفانكشن اللي انا كاتبها هنا اهو اللي اسمها اد ستودنت، اللي هي كانت بتاخد اوبجكت ستودنت، عشان كده قلت لك احنا هنعملها بس ان هي بتاخد اوبجكت. ليه؟ انا هكاري هقول لليوزر واحده واحده كده يدخل لي البارامترز بتاعته واحطها في اوبجكت، بعدين اباصي الاوبجكت ده لايه للفانكشن اسمها اد ستودنت. فاضل لسه 1 مينت يا شباب. زي ما زي المره اللي فاتت هنبعت وخلاص، يعني هو فاضل الحته دي.